وادعوا ربكم تضرع خفية غير تضرع عن وخفية إن الله لا يحب المعتدين. تعرف هالآية ثاني واحدة ولا تجاهر بصلاتك ولا تخافش بها. آية أخرى أنا هذا كش قاعد نقول قاعد نتبع في كلام ربي على الأذان وأنت قاعد تقول لي أنا كافر وقاعد تحرض عليه في الناس. شكون الإرهابي أنا ولا أنت؟ مسيف أحسن بلاي خلينا نرتقي. شكون مش بدناش مش يا خويا تقولي تكره الأذان ما جيناش. هذه دعوة للقتل خاطر أي إنسان بسيط أي إنسان بسيط في توجر ولا دجاج ولا سبيبة أي إنسان بسيط يقول سيوسف يكره الأذان وقالوها في الواحد تو نهرس ونقتله وينجم يقتلني. أنت داعية للقتل أنت داعية للقتل الآن خطر. أنا ما قلتش نكره الأذان وما نكرهوش الأذان ونحبوا الأذان لكن نكره التهور اللي يتكلم عليه ربي. وادعوا ربكم تضرعا